محمد الساري غديري من الدانة، الدانة الشمالية، والدانة هي بتعني الجوهرة السمينة، يعني الدانة القديمة يعني بتعني جوهرة الشمال. ونحن أنا ابن هالدانة، وقمت في هذا المشروع أنا لأني من الأول أنا بحب التراث، تراث أجدادنا، وبحب أنا القعدات الحلوة. وهذا المشروع قمناه يعني في المنطقة المحررة هون، لأن الشعب صراحة يعني تعب 7 سنين حروب تدمير وقتل، يعني تعب بده شغلة بس يطلع هيك يتنفس يغير عن نفسه. مو بس الشعب يعني العام، في عندك تجار رجال أعمال، في عندك دكاترة كمان عندهم هموم وعندهم مشاغل، كمان بيطلعوا لهون يعني بيغيروا جو وبينسوا همومهم. محمد بحكي لنا بس شوية لمسات من التراث القديم والتراث الحديث، يعني هون سويت عندك مثل ايش سويت عندك هون التراث؟ يعني هلا التراث القديم نحن لحد الآن عم نجمع لسه بالتراث، بس حاليا في دلل القهوة، في عندك النحاسيات، في عندك مثلا السيوف، في عندك مثلا يعني كل شيء، التروس، في عندك الأجدادنا وشلون كانوا مثلا ايش كانوا يدرسوا على الحيلين وما حيلين، وعلى ايش كانوا يحطوا السفرة على الطبق القديم القش، وهيك كله هذا لسه عم نجمعه، جمعنا شوي منه ولسه عم نجمع هلا عيتي، منشان هيك يعني اللي بده يجي لهون يرتاح بهالمناظر تراثنا. شويه من مدينه عنادان، جينا لهون مع الشباب بفقاط يعني منتزه ساري، والجو يعني رائع جدا. ويعني هلا يعني اول منتزه هون بفتح يعني، وهيك يعني منتزه رائع ماكن يعني. هلا في قبل الحرب ما كنا نحسن لنا يعني، في ظروف الحرب ما بقى نحسن لنا نطلع وندخل، بس هلا من جديد الحمد لله رب العالمين يعني فتح المنتزه، ويعني شيء الحمد لله رب العالمين شيء كويس كثير.